اهلا بكم مشاهدينا. مواضيع برنامج نحافظ على صحتي متواصله على قناتكم ميديا ان تي في. اليوم حديثنا عن مرض التهاب المسالك البوليه والصيام. فكما هو معروف، التهابات المسالك البوليه من الامراض الشائعه جدا والتي يتعرض لها ويعاني منها الكثير من الناس، نساء، رجال وحتى الأطفال، وتسبب لهم العديد من المتاعب، وفي حال عدم علاجها أكيد تسبب مضاعفات خطيرة. فما هي وضعية هؤلاء المرضى في شهر رمضان؟ وما هي النصائح والمعلومات التي يجب الالتزام بها؟ وما هي نصيحة الطبيب في هذا الموضوع؟ للإجابة عن هذه التساؤلات وأخرى ينضم إلينا الدكتور كريم بن سودة، أخصائي في أمراض وجراحة المسالك البولية والتناسلية. أهلا بك دكتور، وشكرا على تلبية الدعوة. طبعا رمضان كريم وكل عام وأنت بألف خير. أهلا لسعيدة، مساء الخير لجميع المشاهدين الكرام ديالنا، ورمضان مبارك سعيد للجميع. شكرا دكتور على تلبية الدعوة. وأولا دكتور بن سودة، مشكل التهابات المسالك البولية هل هو شائع في رمضان؟ ومن يصاب بها أكثر؟ يعني هل هناك طبعا نساء ورجال، النسبة اللي كتفوت بيناتهم وكذلك حتى شباب؟ بالفعل الالتهابات ديال المسالك البوليه في هذا الشهر الفضيل كتكون اكثر يعني وجود عند الناس، بالخصوص النساء اللي هما في جميع الاعمار ديالهم كيتقاسوا بهذه الالتهابات بالخصوص. ايضا كاين الرجال اللي عندهم واحد السن ديال تقريبا ما فوق ال 45 سنه ل 50 سنه، واللي عندهم مشاكل متعلقه مثلا بالبروستات ولا بالمثانه، حتى هما كيكونوا عندهم هذه الالتهابات يعني بكثره في هذا الشهر الفضيل. طيب إذا كان ممكن دكتور نقرب مشاهدينا لهذا المرض بتأكيد، فحبدا لو نتعرف معكم على ما هي التهابات المسالك البولية، يعني متى نتحدث عن هذا المشكل، وما هي الأعراض التي تدل على أن الشخص مصاب بالتهابات في المسالك البولية؟ بالنسبة لالتهابات المسالك البولية، التعريف ديالها بسيط، وهي تعفنات اللي كتقيس المسالك البولية، الكيلي والمسالك، في بعض الأحيان يمكننا نجمعوا معهم حتى المسالك التناسلية. إذا هذه الالتهابات وهذه التعفنات اللي هي تعفنات كتكون جرثومية، يعني جراثيم كينشؤوا في هذا المحيط هذا ديال المسالك البوليه، وكيؤديوا الى ظهور امراض اما في الكيلي على حسب المكان ديال التطور ديالهم، اما في الكيلي اما في المسالك البوليه مثل الحليب ولا ديال الكيلي ولا في المثانه ولا في البروستات. اذا هاد التعفنات الجرثوميه هي تعفنات اللي الاعراض ديالها باينه وواضحه للعموم، اللي هي عندها علاقه مع عسر في التبول اولا، يعني الشخص ولا الرجل ولا المراه كيلقى مشكل باش يخرج البول ديالو بواحد الطريقه يعني سهله وسلسه. ثانيا كيكون هناك يعني تبول بواحد الطريقه كثيره، يعني كل نصف ساعه ساعه الانسان خصو يمشي يتبول. كيكون مشاكل ديال في بعض الاحيان ديال الدم في خلال التبول، كيلاحظ بان اللون تغير، اللون الاحمر يعني وجود دم، ولا الالوان يعني ولا المهم اللون كيتبدل. ثالثا رابعا يعني قد يكون هناك مشكل ديال واحد الالم كيحس به المريض في الاسفل البطن ديالو، وكيلاحظ بان حتى يعني حتى الرائحه ديال البول ما بقاتش بواحد الرائحه اللي هي طبيعيه، يعني كتولي البول مركز يعني اكثر تركيز، والرائحه ديالو ماشي طبيعيه. اذا هذه هي اهم الاعراض اللي كتقيس هذه الالتهابات، اللي كتبان في هذه الالتهابات هذه. بالنسبه الان للاسباب، ما هي الاسباب او العوامل التي تساهم في ظهور هذا المشكل، وهل هناك اسباب خاصه في شهر رمضان؟ بالفعل كاين اسباب اللي هي عندها علاقه مع نمط الحياه ديال الشخص، وهذه الاسباب اللي عندها علاقه مع نمط الحياه ديال الشخص اهم الاسباب اللي كتؤدي يعني لبروز هذه الالتهابات.
هي قلة شرب الماء. يعني كنعرفوا بأن في هذا الشهر الفضيل ديال رمضان الإنسان كيولي ما كيبقاش يشرب الماء بواحد الطريقة في بعض الأحيان كافية، إذا كيتهاون في شرب الماء. الإنسان خصو يشرب على الأقل واحد الأن لتر، يعني لتر ونصف إلى جوج لترات من الماء تقريبا يوميا، ويشربها بواحد الطريقة يعني متقطعة، ما يشربهاش كاملة في يعني في نفس الوقت. إذا أول حاجة هي شرب قلة شرب الماء. ثانيا يعني الاحتباس ديال البول في المتانة، كتلقى المريض ما كيمشيش يتبول بواحد يعني كل واحد ساعتين ثلاثة ساعات كيبقى يحصل البول مدة طويلة، وبالتالي هذاك الاحتباس البول كيؤدي الى التعفن ديالو. في بعض الاحيان كاين مشاكل اللي تقد لهذه الالتهابات تخليها تبان، هي مثلا يعني مع الصيام، حنا كنهضروا دابا في هذا الشهر الفاضل مع الصيام، هو ان كيكون الانسان كيقوم بواحد المجهود عضلي ولا بواحد الاعمال شويه شاقه ولا برياضه اللي كتؤدي انه اللي كتطلب يعني كميه ديال الماء تكون اكثر، وبالتالي مع الصيام ما كيشربش الماء، وكتؤدي الى يعني بروز هاد الالتهابات وهاد التعفنات. واخيرا يقد عاوتاني يكون المشكل عنده علاقه يعني بان ذاك الشخص كيبانوا فيه هاد الالتهابات لان كيكون غير مؤهل للصيام على يعني في الاصل، وكي يعني كيحاول يصوم باش يعني يتفادى انه يفطر، وبالتالي هو ما كيكونش مؤهل للصيام من الناحيه الطبيه، يعني عنده امراض، عنده امراض نهضروا عليها بالتفصيل الا بغيتي اسئله جايه. اذا كيكون عنده بعض الامراض اللي كتؤدي لهذا بروز هذه الالتهابات. سنتوقف إذا بالتفصيل مع هذه الأمراض، لأن ربما هناك بعض الأشخاص يصابون أكثر بهذه الالتهابات التناسلية، خصوصا مرضى السكري دكتور بن سودة. بالفعل الناس اللي عندهم مرض السكري هم من الأناس اللي معرضين أكثر لهذه الالتهابات هذه. علاش؟ لأن وجود يعني السكر في البول يؤدي إلى تطور الميكروب بسهولة، يعني بحال اللي كينقطع باش يتطور بسهولة، وبالتالي العلاج أول مرحلة أول خطوة في العلاج هي أن الشخص المصاب بمرض السكري خصو أولا يكون كيحترم ريجيم ديال السكر، يعني ما يكونش كيسهلكو بواحد الطريقة يعني كثيرة، يخصو يحترم الادويه ديالو اللي كياخذ حتى هي باش يحاول يتجنب يعني انه يوقع له خلل في الخزان ديال السكر ولا في النسبه ديال السكر في الدم. طيب بما اننا في شهر رمضان دكتور بن سودة، من الضروري اننا نذكر بالاشخاص المسموح لهم بالصيام والممنوعين كذلك من الصيام، والنصيحه كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم الحاله مستقره. بالفعل الناس اللي مسموح لهم بالصيام ولا هما الأناس اللي كيكون عندهم يعني أمراض اللي هي يعني شيئا ما يمكن نقولوا مستقرة، يعني هما الناس اللي كيكونوا أولا متبعين اللي عندهم أمراض مثلا إما حادة، بحال دابا الأمراض اللي عندهم حادة هادو ما يمكنهمش يصوموا، مثلا اللي كيكون عنده مثلا حصى كيلي اللي عاد بان فيه بالآلام بالحرارة، ارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع يعني تيكون عنده سخانة في بعض الحالات كاع التقيؤ، هذا ما يمكنهمش يصوموا هاد الناس هادو. الأناس عاوتاني اللي عندهم مثلا تضخم ديال البروستات اللي يلاه بان فيه في البدايه ديالو، يعني عاد بدا كيعطي داك الاعراض الحاده ديالو ديال الاحتباس البولي ولا ديال ان البوله كتخرج غير كتنقط ليه بواحد الطريقه اللي هي يعني واضحه، اذا هذا مع ارتفاع حتى هو ديال درجه الحراره والالام، وهذا خصو لابد نعالجو بعدا، نشخصو نعالجو نلاحظوا بان نراقبوا يعني التحاليل الدمويه بان كلشي الامور مزيانه ديال الكيلي ديال كراتينين لوغي، عاد يمكننا نعطيهم نرخصوا لهم انهم يعني يمكن لهم يصوموا. الاناس عاوتاني مثلا ذكرنا مرض السكري، عاوتاني الناس اللي كيستعملوا الانسولين هادو ويعني خصهم يردوا البال، يعني الصيام عندهم راه شويه غير مؤهلين للصيام، يعني خصهم يستشروا الاطباء ديالهم ويشوفوا معاهم يعني هادو بالخصوص خصهم يتجنبوا يعني الصيام. الناس اللي عندهم مثلا القصور الكلوي ولكن اللي هو يعني شويه متقدم، واللي كتكون مثلا النسبه ديال الفلتراسيون غلوميرولير ديال الكيلي ما كتعداش واحد 60 مليلتر
في الدقيقه، هادو خصهم يحاولوا يشوفوا الاطباء ديالهم باش يستشيروا معاهم، عادي يقدروا بوتيت خيصوموا، مي يعني خصهم ولا بدا استشاره طبيه. عاوتاني مثلا الناس اللي عندهم مثلا داروا زراعه كيلي وباقيين عاد في السنه الاولى ديالهم، هادو راه تقريبا لا يمكن لهم انهم يصوموا، خصهم يتجنبوا الصيام ديما، لان عندهم ادويه كتخاذ بواحد الطريقه يعني تقريبا 12 ساعه، كل 12 ساعه خصهم ياخذوا ادويه ولا بد. اذا هادو ما غيمكنهمش يصوموا حتى هما. اذا يعني اللي كيبقى الناس اللي يمكن لهم يصوموا هما الناس اللي عندهم حالات ديال مثلا التهابات، واللي هي شيئا ما تم يعني كنقول يعني تم السيطره عليها من خلال يعني خذوا الادويه ديالهم، خذوا المضادات الحيويه، قمنا بالتشخيص، هادو ممكن انهم يصوموا. إذا أخيرا دكتور، نصيحة ديالكم بالنسبة للجميع للمحافظة على هذا الجهاز ديال الجهاز عفوا ديال المسالك البولية والتناسلية بشكل عام. الوغ يعني النصائح اللي نقدروا نعطيو للمشاهدين الكرام هو أنهم خصهم يواظبوا على شرب الماء، يعني خصوصا بعد الصيام، يعني بعد الصيام عند الإفطار، ويشربوا بواحد الطريقة اللي هي يعني متقطعه، يعني كل ساعه ساعتين يشربوا شويه ديال الكميه الماء حتى يوصلوا لذاك الكميه ديال 1 لتر ونص، لتر ونصف الى 2 لترات. ثانيا خاصهم يولفوا انهم يمشيو يتبولوا يعني بواحد الطريقه، يعني ما يبقاوش يحصروا البول بزاف، يعني كل تقريبا واحد الساعتين حتى لثلاث ساعات على الاكثر يحاولوا يفرغوا المتانه ديالهم، يحاولوا يتجنبوا في هذا الشهر الفضيل انهم يعني يوضعوا نفسهم في الاجواء الحاره، يخرجوا يبقاو يتعرضوا لحرائق الشمس المفرطه، ولا مثلا يقوموا باعمال شاقه، ولا يقوموا مثلا بالرياضه اللي تكون شويه قويه اللي الانسان كيتعرق فيها بزاف واللي كيفقد فيها الماء، وبالتالي هذاك الشيء قد يؤدي به يعني العواقب وخيمه. اذا هذو اهم النصائح اللي يمكننا نعطيو للمستمعين خلال هذا الشهر الفاضل. بالنسبه للناس اللي خذوا ادويه وتعالج عندهم المشكل، واش هما مهددين كذلك بالعوده ديال هذا المشكل في المسالك البوليه دكتور؟ بيان سور الناس اللي كيكونوا ديجا وقعوا لهم مثلا التهابات، وهاد الالتهابات هذه يعني ما شخصناش السبب ديالها، يعني لان الالتهاب ما كيجيش بطريقه يعني كما كنقولوا اوازغ، ولا بدا كاين شي سبب، اذا هذاك السبب خصو يتشخص وخصو يتعالج. اذا من الاسباب اللي كتؤدي لهاد الالتهابات هو ملي كيوقع الشيء. اذا تفضل سعيد. اذا دكتور شكرا جزيلا على هذه المعلومات والنصائح المفيده لنا جميعا، واكيد شكر موصول لكم الدكتور كريم بن سودا اخصائي في امراض الجهاز البولي والتناسلي، واكيد مشاهدينا شعارنا دائما نحافظ على صحتنا من اجل حياه افضل. الى اللقاء غدا باذن الله، وموضوع آخر جديد في أمان الله.